بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقيا الماء. والتراثي المدور بالسيراميك مجموع الحياة صدقة جارية مقدم من العرب محمد أحمد وعيد أبو إبراهيم بالمنشية زبدة داخل الفلسطيني. اللهم تقبل هذا الدين صاحبه. اللهم اجعله صدقة جارية لصاحبه. اللهم اجعله وسيلة لدخول الجنة. اللهم اجعله نجاة من النار. اللهم انزل عليه نور الهدى. اللهم اسقنا جميعا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والخير يعدنا شوقاً.